كبرى وسائل الإعلام الصينية بمناسبة زيارة مرتقبة للصين. شكري يسلم اليوم رسالة من السيسي للرئيس الروماني ويبحث مع نظيره الروماني دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل يناقش الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وتوفير السلع الأساسية. الرابعة عصرا هنا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة على شاشة النيل. مرحبا بكم. أجرى الرئيس السيسي حوارا مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية المقروءة والمسموعة والمرئية، وذلك بمناسبة زيارة سيادته المرتقبة للصين للمشاركة في اجتماعات قمة بريكس. تناول الرئيس مجمل العلاقات المصرية الصينية مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما. كما تناول الرئيس خلال الحوار فرص تعزيز التعاون بين مصر وتجمع بريكس الذي يضم كل من الصين والهند وجنوب إفريقيا، مشيرا إلى الحرص على تلبية الدعوة الصينية للمشاركة في اجتماعات القمة في ظل الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في التجمع والتي تتمتع بثقل سياسي واقتصادي على الساحة الدولية. من جانبه قال السفير الصيني لدى القاهرة إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس المقرر انعقادها في الصين تعكس قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وخلال مؤتمر صحفي عقده السفير الصيني في القاهرة حول مشاركة الرئيس في قمة بريكس، قال السفير الصيني إن الرئيس السيسي سيلقي كلمة في ملتقى التجارة والصناعة لدول البريكس، كما أشار إلى رغبة الشركات الصينية للاستثمار في مصر والتي زادت بعد إقرار قانون الاستثمار، مؤكدا أن الجانبين المصري والصيني يتطلعان إلى تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. يسلم اليوم وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته لرومانيا رسالة من الرئيس السيسي إلى كلاوس يوهانس رئيس رومانيا تؤكد اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية. وأجرى شكري مباحثات سياسية مع نظيره الروماني تيودور ميلكشكانو الذي عبر عن ترحيب بلاده بهذه الزيارة والتي تعد الأولى لوزير خارجية مصري منذ العام 2010. تناولت جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال هذا العام بمرور 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا. تم خلال الزيارة أيضا التوقيع على 3 مذكرات تفاهم بين مصر ورومانيا، الأولى حول تبادل الإعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، والثانية حول إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين البلدين، والثالثة بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة المصرية والرومانية. كما ألقى وزير الخارجية محاضرة أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج كأول وزير خارجية من خارج الاتحاد الأوروبي تتم دعوته لإلقاء محاضرة أمام الملتقى. وأكد شكري خلال المحاضرة أن مصر تعتنق رؤية رشيدة فيما يتعلق بكيفية إدارة التغيير الذي لا غنى عنه، ولكن بأقل ثمن ممكن وبالحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها كضمانة لاستقرار الشعوب والمجتمعات والحيلولة دون الانزلاق إلى هوة سحيقة من عدم الاستقرار كما حدث في بعض الدول المجاورة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من بوخارست، حيث زيارة الوزير سامح شكري السيد بول جيوكايو المتحدث باسم وزارة الخارجية الرومانية. بداية سيد بول، بعد التحية الذي تمثله زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لرومانيا في إطار تعزيز التعاون ما بين البلدين على كافة المجالات. سيد بول جيوكايو المتحدث باسم وزارة الخارجية الرومانية، كنت أسألك عن ما تمثله من أهمية زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لرومانيا في هذا التوقيت تحديدا ومجالات التعاون بين البلدين. سيد بول هل تسمعني؟
المغربيين واضح ان في مشكله تقنيه. يبدو ان هناك بعض المشاكل التقنيه، ربما سنعود للسيد بول جيوكويو المتحدث باسم وزاره الخارجيه الرومانيه للحديث عن زياره وزير الخارجيه سامح شكري الى رومانيا. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على أهمية التنسيق القائم بين الوزراء والمحافظين للانتهاء من المشروعات المفتوحة في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء الذين قاموا بعرض عدد من البرامج والخطط التي يتم تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين بهدف توفير احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. كما جدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بضرورة توفير الكميات المطلوبة من السلع الرئيسية بالمجمعات بأسعار مناسبة، ووجه بأهمية متابعة أرصدة الوقود بالمحطات للتأكد من توافر الكميات اللازمة في كافة أيام العيد. كذلك أكد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التعامل فيما يتعلق بملف إزالة التعديات على أراضي الدولة في مختلف المحافظات. أعلنت هيئة السكك الحديدية عن الدفع ب 26 قطارا إضافيا لمواجهة الزيادة المتوقعة لركاب خلال أجازة عيد الأضحى المبارك. يأتي هذا فيما اشتكى الركاب من تأخر القطارات عن مواعيدها، وهو الأمر الذي أرجعته الهيئة لتجديدها على السائقين بعدم خروج أي قطار دون مراجعة وسائل الأمان. استعدادات مكثفة شهدتها محطة مصر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. هيئة السكك الحديدية أعلنت عن تسيير عدد 26 قطارا إضافيا حتى يوم 10 أكتوبر المقبل، إلى جانب 26 عرب علاوة سيتم ضمها للقطارات بحوالي 120 ألف مقعدا إضافيا. عندنا زيادة في أعداد المسافرين يمكن عن العام السابق، احنا بنتكلم في 3.5 مليون راكب. عندنا جدول التشغيل العادي بتاعنا اللي هو ده اليومي، عملنا عليه قطارات إضافية بعدد حوالي 26 قطار، وحطينا عربات علاوة بعدد 26 عربة، دول هيتم ضمهم على القطارات المسافرة. الهيئة قررت أيضا أن يكون حجز التذاكر وفقا للرقم القومي على أن يحق لكل مواطن حجز 4 تذاكر فقط، وذلك من خلال الإنترنت أو من خلال الشباك في محطة القطار. مفيش تذاكر أصلا، يقول لك من 20 يوم مفيش تذاكر. أصلا القطارات بتتأخر كتير من الصبح، احنا ينقلونا من القطر دي وللقطر دي. مثلا حجز مفيش قبلها بيومين أو بثلاث أيام برضه مفيش، لازم عشان اجي القاهره احجز قبلها باسبوع، طب ليه؟ وشدد مسؤول الهيئه على عدم خروج اي قطار بدون ان يكون مستكملا جميع اجهزه الامن والامان، مشيرين الى انه تم توفير قطع الغيار التي تحتاجها القطارات. رفعوا حاله الطوارئ والغاء الاجازات وتكثيف عمليات الصيانه كلها امور ايجابيه اتخذتها هيئه السكك الحديديه قبيل عيد الاضحى المبارك، لكن تتبقى الشكوى الابرز وهي تأخر القطارات عن مواعيدها لفترات طويلة. من محطة مصر أشرف مبارك، النيل. تمكنت قوات وحرس الحدود خلال الفترة من 10 وحتى 26 من الشهر الحالي من ضبط حوالي 3500 كيلوغرام من نبات البانجو ومخدر الحشيش ومليون قرص مخدر، فضلا عن تدمير 6 أفدنة من الزراعات المخدرة، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية. كما تمكنت القوات من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر وضبط 45 ألف علبة سجائر مسرطنة وكميات من مستحضرات التجميل المغشوشة والهواتف المحمولة المهربة وعدد من عربات الدفع الرباعي والدراجات النارية المستخدمة في عمليات التهريب. كذلك تمكنت القوات من ضبط 3000 كيلوغرام من الحجارة المخلوطة بالذهب وعدد 19 جهاز للكشف عن المعادن، وتم ضبط 230 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.
مرة أخرى مشاهدينا الكرام نعود بكم إلى زيارة الوزير سامح شكري إلى رومانيا، والرسالة التي من المفترض أن يسلمها للرئيس الروماني من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ينضم إلينا عبر سكايب من بوخارست، حيث زيارة سامح شكري السيد بول جيوكايو المتحدث باسم وزارة الخارجية الرومانية. بداية سيد بول، وبعد التحية، ما تمثله زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لرومانيا في مجال تعزيز التعاون ما بين البلدين؟ سيد بول، أسألك عن أهمية وآفاق التعاون ما بين مصر ورومانيا متمثلة في زيارة الوزير سامح شكري. يبدو، هل أنت معي السيد بول جيوكايو المتحدث باسم وزارة الخارجية الرومانية؟ شكرا جزيلا السيد بول جيوكايو المتحدث باسم وزارة الخارجية الرومانية، ونأسف عن هذا العطل التقني. نواصل تقديم الأنباء. لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 42 آخرون في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نصف نقلة في بني سويف فجر اليوم. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن 10 وفيات تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام وأربعة إلى مستشفى ناصر المركزي، مؤكدا أن هناك 3 مصابين تم نقلهم إلى العناية المركزة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل حول هذا الحادث ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة بني سويف مراسلنا مباشرة محمد خلف. محمد، يعني بعد التحية، التفاصيل لديك والمستجدات حول هذا الحادث، ملابساته إن كانت تسنت بعض التحقيقات، وأرجو أن تطمئننا على حالة المصابين والإجراءات المتخذة بخصوص الوفاة. نعم، الآن أنا بقسم العناية المركزة وتحديدا داخل مستشفى بني سويف العام لمتابعة الحالات. الدكتور هاني همام مدير المستشفى يقوم بنفسه بمتابعة الحالات. لدينا الآن 33 حالة في هذا القسم تقوم أو يتم متابعتها. خرجت 8 حالات منذ ساعتين تقريبا، باقي الحالات تخضع للعلاج. هناك جثة واحدة لأحد المتوفين في مستشفى ناصر المركزي، كانت هناك 3 جثث أخرى ولكنها تم التعرف عليها. يتم حاليا اتخاذ الإجراءات لاستخراج باقي الجثث للأسر. أيضا هناك يعني بدأ إجراءات تحقيقة النيابة والاستماع لأقوال المصابين الموجودين بمستشفى بني سويف العام لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث الكبير. الآن العدد الحالي 41 حالة، هذه حالات المصابين، و15 حالة وفاة. هذا حتى الآن هذه الحالات تخضع للرعاية الكاملة من قبل إدارة مستشفى بني سويف العام، وأخبرني الذين قمت بالتسجيل معهم من المصابين أنهم قد تلقوا العناية الفائقة من إدارة المستشفى منذ 3 فجرا. محمد، ارتفعت عدد الوفيات من 14 حالة إلى 15 حالة بحالة إضافية نتيجة انخفاض عدد المصابين من 42 ل 41 كما ذكرت. نعم، 15 حالة. نعم، معي أيضا هنا الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام. نعم، معي الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام، سوف يطلعكم أيضا على ما حدث منذ 3 من فجر أمس. والله اللي حصل الساعة 1 إلى 3 تم إبلاغنا من مرفق الإسعاف بسقوط أتوبيس، وتم عمل رفع حالة الطوارئ بالمستشفى، وتم تجهيز فرق أطقم طبية إضافية من تخصصات الجراحة والعظام والأشعة والمخ والأعصاب، وكيس إضافية من الدم، وأطقم التمريض كاملة، وأطقم فنيين معمل كاملة، وتم استقبال الحالات المصابين، وتم عمل الإسعافات الأولية ليهم، وتم جميع الإجراءات من أشعات وتحاليل، وتم حجز من يحتاجكم للحجز بالمستشفى، وتم عمل بعض العمليات الجراحية لبعض المرضى، وتم تحويل بعض المرضى للعناية المركزة طبقا لحال كل مريض بمتابعة الأطباء المعالجين.
لم يتم نقل حالات الى القاهره والى مستشفيات اخرى؟ حتى هذه اللحظه لم يتم نقل اي حاله الى القاهره. نعم. وضع الحالات الحالي، الحالات الحالي في حاله في العنايه المركزه غير مستقره، ولكن بقيه الحالات موجوده ومستقره وتخضع للعلاج باذن الله. نعم. شكرا دكتور. وينضم الينا ايضا الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحه بمحافظه بني سويف ليطلعنا على ما تم. نعم نحن الآن قدمنا هذه الفقرة من داخل مستشفى بني سويف العام تحديدا من قسم العناية المركزة. نشكر لكم هذه المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله. بدأت اليوم قوافل مجمع البحوث الإسلامية في تقديم التوعية الدينية في جميع المطارات التي يسافر منها حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، حيث يقوم وعاظ الأزهر الشريف بتوعية الحجاج بمناسبة الحج والرد على استفساراتهم المتعلقة بأداء فريضة الحج. وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محي الدين عفيفي إن وعاظ الأزهر الشريف يقومون بشرح المناسك لجميع الحجاج كي يتسنى لهم أداء الفريضة بطريقة سهلة ومبسطة تناسب جميع المستويات المعرفية. أضاف عفيفي أن الوعاظ يقومون أيضا بالرد على استفسارات الحجاج على مدار 24 ساعة حتى آخر فوج من حجاج بيت الله الحرام ممن يسافرون عبر مطارات القاهرة وبرج العرب والبحر الأحمر والأقصر. لبيك اللهم لبيك في إطار جولاته الميدانية للإطمئنان على أحوال الحجيج، قام رئيس بعثة الحج الرسمية يرافق أعضاء البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة. بحث خلالها مع مسؤول الصحة السعودية كيفية تفويج الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات، كما حرص الوزير على الإطمئنان على المرضى من الحجاج المصريين بالمستشفى للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لهم. كنت حريص ان انا ازورهم واشوفهم واطمن على مستوى الرعاية الطبية اللي هم بياخدوها، والحقيقة يمكن انا بوجه الشكر للمملكة العربية السعودية على كل التسهيلات يعني الحقيقة يعني مستوى رائع للمستشفيات، مستشفيات على اعلى مستوى الحقيقه موجوده، وال يعني تاكدت ان كل المرضى المصريين بيتلقوا اعلى رعايه ممكنه. ويمكن الحقيقه برضو السيد مدير المستشفى يعني لان طبعا عدد منهم كان قلقان ونفسه ان هو يلحق يعني شعائر الحج، وهو قال ان هو في قافله ان شاء الله هتطلع يوم عرفه بالمرضى بتاخدهم بتجهيزات طبية وبكل حاجة بحيث ان هم يحضروا ان شاء الله وقفة عرفة بإذن الله. اكثر من 50 حاجا مصري محتجزين بالمستشفيات السعودية يتلقون الرعاية الطبية على مدار الساعة، منها حالات تحتاج الى تدخلات جراحية لكنها معظمها حالات مستقرة، وسيتم تفويجها كافة الى المشاعر لاداء الفريضة. مرينا على المرضى اللي موجودين في احد المستشفيات الكبرى اللي في منطقه مكه المكرمه، مع الوزير سمع لطلباتهم وسمع واطمئن ان الخدمه الطبيه مؤديه اليهم على اعلى مستوى. كان في تاكيد من السيد الدكتور مدير المستشفى ان هيبقى في قافله هتاخد المرضى المصريين وغير المصريين لتصعيدهم الى عرفه لاداء الفريضه، فكانت دي رساله اطمئنان للمرضى المصريين الحاليين المناومين في المستشفيات. حقيقي البعثه المصريه ما بتسيبش مريض يوصل لقسم المتحسنين على طول مباشره، لانهم متابعين مرتين وثلاثه في اليوم. اول ما المريض بيتكتب له خروج هم بينتظروا لغايه ما يتعمل له ملخص الخروج وبيشيلوه معاهم وهم ماشيين. على مستوى 18 سنه انا موجود هنا برافق البعثات المصريه، لاول مره بعثه طبيه مصريه تعمل حتى تنسيق لحالات الغسيل الكلوي على مستوى المستشفى المراكز الخاصه اللي هي الخيريه، دي لم ينسق لها من قبل. تفويج الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعودية كافة إلى جبل عرفات ومشعر منى رسالة طمأنة أكد عليها مسؤول البعثة المصرية الرسمية للحجاج المصريين، ليؤكد الجميع أن خدمة الحجيج شرف لنا. من مستشفى النور بمكة المكرمة، محمد حلمي، النيل.
مرة أخرى مشاهدينا الكرام نعود لمتابعة زيارة الوزير وزير الخارجية سامح شكري إلى رومانيا. ونظرا لأهمية الزيارة ينضم إلينا مرة أخرى عبر سكايب السيد بول جيوكامي المتحدث باسم وزارة الخارجية الرومانية. مرحبا مجددا سيد بول. أهمية زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رومانيا تحديدا فيما يتعلق بتعزيز التعاون ما بين البلدين في المجالات كافة. السيد بول جيوكايو. Mr. Paul, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. What about the importance? Yeah, I'm afraid the sound is cutting out, but I think I'm supposed to answer your first question now. I would like to answer the very beginning. عفوا الصوت متقطع. عذرا مشاهدينا نكرر السؤال للمرة الأخيرة للسيد بول جيوكامي. زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رومانيا في هذا التوقيت تحديدا وما يمكن أن تضيفه للعلاقة ما بين البلدين والتعاون فيما بينهم؟ نعتذر مشاهدينا عن هذا الخطأ التقني الخارج عن إرادتنا. شكرا السيد بول جيوكامي المتحدث باسم وزارة الخارجية الرومانية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله وحلمه برؤية دولتين في الأرض المقدسة تعيشان معا في اعتراف متبادل وأيضا في سلام وأمن. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك عددا من العراقيل أمام عملية السلام معبرا عن معارضته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين لأنها تعرقل حل الدولتين. أن الاستيطان وقلت ذلك عدة مرات هو غير قانوني وفقا للقانون الدولي وأن النشاط الاستيطاني هو يشكل عقبة يجب إزالتها فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ المناسب لحل الدولتين. بالطبع هناك صعوبات وعقبات أخرى، من المهم إيجاد الظروف لقادة من الجانبين اللي التوجه إلى تجنب التحريض والهدوء. هناك الكثير من الأمور التي ينبغي القيام بها، ولكن من الواضح أن الاستيطان يشكل. هذا ومن المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قطاع غزة غدا الأربعاء. ويعاني القطاع من أزمة إنسانية متفاقمة في ظل حصار خانق يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أعوام. زيارة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المرتقبة إلى قطاع غزة تمثل بريق أمل للغزيين الذين يعانون من أوضاع مأساوية في ظل حصار خانق يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ 10 أعوام. فسكان القطاع يفتقرون إلى مقومات الحياة الأساسية من مياه نظيفة وغذاء، بالإضافة إلى ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة على مدار اليوم. وضع غزة يعني بالمرة، سواء كهرباء، مية، يعني فيش، هذا كله معدوم. يعني إحنا شعب مدفون بالحياة، يعني إحنا تحت حصار لمدة 10 سنين. يعني ايش بدي اقول لك، الحيطان هيها متاكله، فما بالك احنا البشر. وتقوم الامم المتحده في قطاع غزه ببناء مدارس وتجهيز وحدات طبيه وتقديم معونات غذائيه من اجل مساعده اهل القطاع على مواجهه الحصار الاسرائيلي الذي اضر بالاوضاع الاقتصاديه. معلمات المدرسه بقوم بعمليه حصر لكل معلمه لصفها، بتعرفوا على المشاكل الصحيه والمشاكل الاجتماعيه، احتياجات الطلاب. نفسي اصير مهندس، نفسي اعيش بامان،
أكل بأمان، أسافر بأمان زي كل أطفال العالم. وفي الشهر الماضي ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الحياة في غزة تزداد بؤسا بعد عقد من الحصار الذي بدأ منذ تولي حركة حماس مقاليد السلطة في القطاع. شهدت الحرب السورية منعطفا جديدا في أول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش العربي السوري وتنظيم داعش الإرهابي. يأتي الاتفاق ضمن عملية تسوية انقضت بخروج مسلحي تنظيم داعش من القلمون الغربي باتجاه مدينة البوكمال السورية عبر طريق الحميمة السخنة في ريف دير الزور. بزغت شمس 29 من شهر أغسطس لعام 2017 ومنطقة القلمون الغربي بريف دمشق خالية من الوجود المسلح لتنظيم داعش الإرهابي، حيث شهدت المنطقة خلال يومي 26 و 27 من الشهر الحالي أكبر عمليات تسوية منذ اندلاع الحرب السورية. فقد حملت عشرات الحافلات على متنها 600 مسلح من تنظيم داعش وعائلاتهم في وجهة إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، ورافقت تلك الحافلات سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري بداخلها 25 جريحا من أفراد التنظيم الإرهابي. تلك العملية أمنت بالكامل سلسلة الجبال السورية اللبنانية بعد معارك عنيفة أطلق عليها معركة فجر الجرود اشترك بها الجيشان السوري واللبناني ومقاتلي حزب الله اللبناني. خروج مسلحي داعش من القلمون الغربي جاءت بعد موافقة الجيش السوري على اتفاق وقف إطلاق النار مع مسلحي داعش، والتي اعتبرها الجيش في بيان له بأنها خطوة جاءت حقنا لدماء القوات السورية والقوات الرديفة والمدنيين القاتلين في تلك المناطق. ومع خروج إرهابي داعش من القلمون الغربي ينحصر وجود ما تبقى منهم في منطقة الحجر الأسود مخيم اليرموك جنوب دمشق، والتي على ما يبدو أنها تشهد أيضا عملية مماثلة دون ورود أي تفاصيل عن تحديد زمانها ومكانها. نبراس مجرك شريف، دمشق، قناة النيل الإخبارية. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق مراسل النيل أنور رعد. أنور، بعد التحية، هل تمت بالفعل عمليات خروج تنظيم داعش من منطقة القلمون الغربي بالكامل أم أنه ما يزال هناك بعض عناصر منه؟ نعم أيمن، لقد أصبحت القلمون الغربي خالي تماما من تنظيم إرهابي داعش، وقد وصلت اليوم الثلاثاء القافلة التي كانت تقل إرهابي داعش والذين غادروا منطقة القلمون الغربي على الحدود السورية اللبنانية، وقد وصلت هذه القافلة إلى نقطة التبادل ومحيط حميمة قرب الحدود الإدارية لدير الزور. وكما تعلم أن الجيش العربي السوري والمقاومة الوطنية اللبنانية قد أنهوا وجود داعش في القلمون الغربي وعلى الحدود السورية اللبنانية في معركة تحت عنوان وإن عدتم عدنا. انتهت هذه المعركة بإعلان تنظيم داعش الاستسلام مطالبا بالسماح لعناصره الخروج إلى دير الزور. وقد أوضح الأمين العام لحزب الله يوم أمس إنه منذ بداية المعركة كانت داعش تريد وقف إطلاق النار، وقد استمرت المعركة على الجبهتين، وحين وجدت نفسها في المربع الأخير انهارت واستسلمت ضمن شروط المقاومة وشروط الجيش العربي السوري، والتي كان على رأسها تسليم أجساد كل الشهداء الذين قاتلوا على الجبهة. وقد أعلن نصر الله أن عدد شهداء حزب الله ضد داعش في هذه المعركة وصل إلى 11 شهيدا، بينما سقط للجيش السوري 7 شهداء خلال هذه المعركة. طبعا وكعادته قام إرهابيو داعش بحرق مقراتهم في جرود القلمون قبل المغادرة، والآن يتواجد الجيش العربي السوري والمقاومة عند نقطة
الصفر بين الحدود، وبذلك يكون الجيشان السوري واللبناني وحزب الله استكملا سيطرتهما على كامل المناطق الحدودية. لو سمحت أيمن، طبعا دير الزور وعلى وقع قدوم الداعشيين اشتعلت هناك، حيث نفذت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بالطيران الحربي عمليات ضد مواقع وتحصينات التنظيم الإرهابي في المدينة وريفها، وقد دمر الطيران الحربي وسلاح المدفعية مقرات وأوكار للإرهابيين في غارات ورمايات دقيقة على تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة البانوراما والسردة ومحيط المطار والمقابر وحوج الصقر وغيرها من المناطق. كما خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات متقطعة مع مجموعات إرهابية من التنظيم في البغيلية والرشدية ومحيط المطار، أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين. وقد أكدت مصادر أهلية من دير الزور فرار أكثر من 30 إرهابيا من التنظيم في مدينة البوكمال، وقام التنظيم على إثر هذه العملية بنصب حواجز في المدينة وعلى أطرافها بغية إلقاء القبض عليهم. نعم أيمن. مراسل النيل أنور رعد متحدثا إلينا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. هذا وقد سيطرت ميليشيا سوريا الديمقراطية على القسم الشرقي من حي الناصرية بوسط مدينة الرقة، مما أتاح توسيع نطاق سيطرتها داخل المدينة القديمة لتصل لنحو 90% من مساحتها. تزامنا استهدفت طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي منطقة الحديقة البيضاء وسط المدينة، وتوقعت مصادر عسكرية انتهاء معركة طرد تنظيم داعش من معقله بمدينة الرقة السورية في غضون شهرين، مع احتمال ازدياد حدة القتال خلال الأسابيع القليلة المقبلة. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا فتح الطريق بين حمص وحماة أمام المساعدات الإنسانية بعد محادثات مع المعارضة المسلحة في المنطقة. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة ألكسندر فيزانيكوف إن الخطوات القادمة تتمثل في ضمان أمن السكان والعمل على إزالة الألغام من جوانب الطريق، وذلك بعد اتفاق السلطات السورية والمعارضة المسلحة على فتحها. وأشار المسؤول الروسي إلى أن هذه المرة الأولى التي تعبر فيها قافلة مساعدات إنسانية هذا الطريق مكونة من 48 شاحنة لتوزع حمولتها على سكان مدينة الراستن شمال حمص وجنوب حماة. أعلن وزير الداخلية العراقي تقدم القطاعات العسكرية المشاركة في معركة تحرير قضاء تل عفر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في منطقة العياضية شمال القضاء، مع إحباط محاولة التنظيم لإعادة ترتيب صفوفه في هذه المنطقة. وحررت القوات العراقية المبنى الحكومي لناحية العياضية شمال تل عفر، وسيطرت على وادي الوشواش بالكامل، وأحكمت سيطرتها على سلسلة جبال ساسان جنوب العياضية. تقدم متواصل تحرزه القوات الأمنية العراقية بدعم من طيران التحالف الدولي وقوات الحشد الشعبي في مقابل تنظيم داعش الإرهابي الذي بات يفقد مساحات واسعة من الأراضي التي سبق أن استولى عليها. في تل عفر سيطرت القوات الأمنية العراقية على وادي الوشاش بالكامل شمال شرق العياضية بعد مواجهات شرسة مع مسلح داعش الإرهابي. رغم هذا التقدم تواصل الوحدات العسكرية تقدمها لتحرير العياضية بالكامل، والتي تعتبر المعقل الأخير لداعش شمال تل عفر ضمن المحور الغربي للموصل. الجيش العراقي أحكم كذلك سيطرته على سلسلة جبل ساسان جنوب ناحية العياضية شمال تل عفر، والتي تعد موقعا استراتيجيا مهما فضلا عن كونها مطلة على مركز الناحية. القيادة العامة لقوات البيشمركة أعلنت عن مقتل أكثر من 130 عنصرا من مسلح داعش بعد هروبه من قضاء تل عفر خلال 3 أيام الماضية بعد محاولاتهم التوجه إلى الأراضي السورية عقب هزيمتهم في المعركة، إلا أن قوات البيشمركة تصدت لهم بقوة. في سياق متصل أعلنت قيادة عمليات الأنبار انطلاق عملية تفتيش واسعة لصحراء غربي المحافظة لتطهيرها من داعش وتدمير مقراتهم، وتنفذ القوات الأمنية بين الحين والآخر عمليات واسعة لمطاردة عناصر داعش في الصحراء الذين هربوا من المناطق المحررة بالأنبار ولجأوا إليها.
ومتابعة ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد الدكتور طارق حرب المحلل السياسي العراقي. دكتور طارق، بعد التحية، ماذا بقي لدى القوات العراقية أو أمامها من أجل أن تحكم سيطرتها بالكامل على تل عفر؟ شكرا لك مشاهديك الكرام. كلمة تل عفر أصبحت من الأمر العراقية، كل قضاء تل عفر كان خضع وانتهى الأمر به، والآن قضى على بعض من الأمر الثاني العمارية ناحية ثانية، يعني جزء من المديرية كما تسمى. هذه منطقة أخرى قريبة من الحدود السورية، قريبة من نينوى، قريبة من القاطع الشمالي الغربي للعراق، لكن هناك تكتل. الأمر اللي جعل القوات العراقية للتقدم مشروعة في قضاء عليه. الأمور كما يقال يعني المسألة منتهية، مسألة وقت فقط، والوقت لصالح القوات العراقية. نعم. تتقدم بسرعة كبيرة، لم تعطى المعركة إطلاقا، وعندنا كل ما هنالك هو كما يقال متابعة الحاربين وقضى عليهم أو قتلهم. هذه الأمور كلها أحدث شيئا معينا للقوات العراقية في منطقة أخرى، حيث توجد بعض الحلول خاصة في غرب الرمادي، غرب الأنبار، نعم، يعني قريب من الحدود الأردنية، تعرضت القطاعات العراقية كذلك لتأمين شيء كبير لإنهاء الوجود داعش الوجود العربي. نعم، شكرا الدكتور طارق حرب المحلل السياسي العراقي، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. في الملف اليمني، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن معدل انتشار الكوليرا في اليمن يتراجع منذ شهرين، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف اليمنيين الذين يشتبه بإصابتهم بالمرض. قالت المنظمة إن العدد الأسبوعي للحالات الجديدة المبلغ عنها انخفض بنسبة الثلث خلال شهر يونيو الماضي، كما أشارت إلى وجود أكثر من 550 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض الذي تسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص منذ شهر إبريل الماضي. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد أنباء الاقتصاد، الرئيس الفرنسي يؤكد أن أولوية السياسة الخارجية لبلاده تتمثل في مكافحة الإرهاب. السيسي يجري حوارا مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية بمناسبة زيارته المرتقبة للصين. شكري يسلم اليوم رسالة من الرئيس السيسي للرئيس الروماني، ويبحث مع نظيره الروماني دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل يناقش الاستعدادات لعيد الأضحى وتوفير السلع الأساسية. نذهب الآن للتعرف على أهم الأنباء الاقتصادية في هذه البانوراما. يقدمها لنا محمد سليمان. إليك. أشكرك نرمين وشكرا لك أيمن. أهلا بحضرتكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وتتابعون فيها. القوات المسلحة تضخ أكثر من 250 طنا من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة يوميا لمواجهة غلاء الأسعار.
أهلا بحضرتكم. يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بضخ أكثر من 250 طنا يوميا من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية التي يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز، وذلك لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة كافة أجهزة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة كافة أجهزة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، أعطى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بضخ أكثر من 250 طن يوميا من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية والتي يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خلال 700 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية. وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تدبير وتشغيل 900 إلى 950 سيارة نقل مبردة مجهزة كمنافذ متحركة للعمل في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبرى والمحافظات لطرح المواد الغذائية بشكل نموذجي، حيث يتم عرض المنطقة المستهدفة وأسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور. أنا بقى أقبض من البسطة وبقى أخذ منها، بس أحلى لحمة أنا زقتها، جميلة مش وحشة، وبكل سهولة بقى أخذ الطبق وأمشي. أنا بشكر القوات المسلحة على الدور اللي بتقوم بيه لمحاربة الغلاء ومحاربة الجشعين، وعارفة حاجتها نظيفة وحلوة وجميلة، بس يا ريت يعني الشعب يعرف إن الحاجة دي مضمونة ومعروفة وحلوة. كما حرصت القوات المسلحة على وضع نظام دقيق لتطبيق كافة الشروط ومستويات مراقبة الجودة للحفاظ على القيمة الغذائية الكاملة للمنتج المقدم للمواطن المصري. قام وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي بجولة لمتابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى المبارك، كما استعلم الوزير خلال الجولة عن أسعار السلع المعروضة من بينها الأرز الذي تراوح ما بين 6.5 جنيهات إلى 7.5 جنيهات للكيلوغرام، بالإضافة للحم السوداني الضاني المبرد والمتوفر بسعر 75 جنيها للكيلو. وأكد وزير التموين أن هيئة السلع التموينية تعمل على توفير السلع الأساسية وبأسعار في متناول الجميع بالإضافة إلى اللحوم. وقع وزير البترول طارق الملا 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية مع شركة شيل العالمية وشركة أبكس الأمريكية والتي تعمل وتستثمر في مصر لأول مرة. وقال الملا إن إجمالي حجم الاستثمارات للاتفاقيات الثلاثة بلغ حوالي 81.4 مليون دولار كحد أدنى و23.2 مليون دولار كمنح توقيع لحفر 16 بئرا جديدة. ومن ناحية أخرى تستهدف وزارة البترول بدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل آتول بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، وذلك قبل نهاية العام الجاري بطاقة تتجاوز 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، حيث تجاوزت نسبة تقدم الأعمال في المشروع 70%. وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صح النصر مع تشي بيانغ نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية خلال 3 سنوات القادمة. وبحث الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات خاصة قطاع الكهرباء ودعم مشروع القطار الكهربائي. يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمصرية، قبلت عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد العرب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 699.3 مليار جنيه وسط عمليات بلغت نحو 756 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجاكس 30 بنسبة 1.4%.
في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 78%. تأتي أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وعودة لاستكمال بانوراما مع زميلي أيمن السيد ونرمين خليل. تفضل. شكرا لك. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتصدر أولويات الدبلوماسية الفرنسية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في باريس أمام مؤتمر سفراء فرنسا لاستعراض ملامح السياسة الخارجية للبلاد. وأضاف ماكرون أن أمن الفرنسيين هو سبب وجود الدبلوماسية، مؤكدا أنه لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران. يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية بناء على طلب طوكيو وواشنطن عقب إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان. وتأتي الدعوة إلى عقد الاجتماع إثر اتفاق رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الضغوط على كوريا الشمالية. ردود فعل دولية غاضبة توالت في أعقاب الخطوة التصعيدية التي اتخذتها بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ جديد مر على شمال اليابان قبل أن يسقط في البحر. واشنطن وطوكيو أعلن اتفاقهما على زيادة الضغط على بيونغ يانغ واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الشعب الياباني. اليابان والولايات المتحدة اتفقا تماما على زيادة الضغط على كوريا الشمالية، والرئيس ترامب أكد أن بلاده ملتزمة بنسبة 100% إلى جانب حليفتها اليابان بعد هذا التهديد غير المسبوق. كما قامت كل من طوكيو وسيول بمناورات عسكرية ردا على إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ الباليستي، بينما توعدت سيول بيونغ يانغ برد قوي في حال عدم موافقتها على التفاوض والتخلي عن طموحاتها النووية. كوريا الشمالية ستواجه ردا قويا من التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي إذا استمرت في الاستفزازات النووية والصاروخية. كما أعربت كل من الصين وروسيا عن قلقهم البالغ حيال تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، بينما دعت استراليا كافة الدول إلى تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ للضغط عليها. أقرت الأمم المتحدة مؤخرا عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية. ندعو جميع الدول إلى التطبيق الكامل لعقوبات الأمم المتحدة للضغط على بيونغ يانغ. وكشفت اليابان أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان قبل أن يسقط في مياه المحيط الهادئ على مسافة 1180 كيلومتر شرق السواحل اليابانية. وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ تطلقه بيونغ يانغ على اليابان منذ 8 أعوام. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى محطتنا الرياضية في بانوراما النيل.